وعلى البحث. الآن أحيل الكلمة إلى السيد رياض مبارك. كلمة افتتاحية. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل الأولياء، مرحبا بالبنات وأبنائنا المتفوقين، إن شاء الله ديما مجموعين على الفرح الأصلي وهو فرح بالنجاح وفرح بالتفوق. نحب نقول لأولادنا وبناتنا اللي يقراوا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بهكذا، راهو مهما كان هناك دائما مكان للمتفوقين. المتفوق ديما عنده بلاصة مهما كانت الظروف ومهما كانت الوضعية. وبالتالي مبروك للمكرمين والمكرمات، وإن شاء الله الأولياء كلنا فرحانين بكم، وإن شاء الله الأولياء والأمهات والآباء إن شاء الله تعرفكم جيش السارة، وإن شاء الله اللحظات السعيدة هذه تصبحكم بعض من التعب والضغط اللي حسيتوه طوال السنة. ومرة أخرى مبروك عليكم جميعا.